المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسمى التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد وعيد الاستقلال، داعين الله أن يحفظ جلالته والشعب الأردني الغالي بخير وصحة وأمان، والعالمين العربي والإسلامي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يجنب البشرية جمعاء من هذا الوباء الناتج عن انتشار فيروس كورونا. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يؤكد للمؤمنين بأن الصلاة هي حوار الإنسان مع الله. الخامس والعشرون من أيار الجاري ذكرى استقلال المملكة. قداس إلهي في مطرنية اللاتين في الصوفية بمناسبة الأحد السادس للزمن الفصحي. الراهب ساب الحوراني شماسا إنجيليا على مذبح الرب في الأردن. وفيها أيضا آثار رومانية وكنائس تاريخية في جرش تعود لأكثر من 2000 عام. أهلا بكم. أكد قداسة البابا فرانسيس للمؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصلاة هي حوار الإنسان مع الله، وفيها نحمده ونشكره على حبه لنا، وفيها نوكل إليه همنا ومشاكلنا. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في سر الخلق في إطار تعاليمي في موضوع الصلاة. قال قداسته: إن المصلي يتأمل في سر الخلق من حوله ويتساءل أي تدبير حب أوجد هذا الكون العجيب. وما هو الإنسان؟ هو كائن يولد ثم يموت، وهو مخلوق ضعيف للغاية. ومع ذلك ففي الكون كله الإنسان هو الخليقة الوحيدة الذي يدرك سر الخلق وجماله. وبالرغم من صغر الإنسان عند مقارنته بحجم الكون، يؤكد سفر المزامير على أن الله خلقنا أقل بقليل منه تعالى وكللنا بالمجد والكرامة. عظمتنا هي علاقتنا مع الله، لأننا بحسب طبيعتنا نحن تقريبا لا شيء، لكن من حيث دعوتنا فنحن عظماء لأننا مدعوون إلى أن نكون أبناء الملك العظيم. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: الصلاة هي القوة الأولى التي تسند الرجاء، والإنسان المصلي هو من يدرك أن هذه الحياة على الرغم من جميع ويلاتها وتجاربها وأيامها الصعبة إنما هي مليئة بالنعم. ويكفي التأمل في جمالها وفي سر الخلق لنرفع قلوبنا إلى الله ولنشكره ونسبحه. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La preghiera è il dialogo dell'uomo con Dio. Mediante la preghiera lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore verso di noi e affidiamo a Lui le nostre preoccupazioni e i nostri problemi. Teniamo presente quanto leggiamo nel libro del Siracide. Considerate le generazioni passate e riflettete chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso. Il Signore vi benedica tutti
e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الصلاة هي حوار الإنسان مع الله، فيها نحمده ونشكره على حبه لنا، وفيها نوكل إليه همومنا ومشاكلنا. نقرأ في سفر يشوع بن صراخ: انظر إلى الأجيال القديمة وتأملوا، هل توكل أحد على الرب فخزي؟ ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. تصادف يوم 25 من شهر أيار الحالي الذكرى 74 لاستقلال المملكة، حيث يستذكر الأردنيون هذا اليوم بفخر واعتزاز، وهم يرون بلدهم نموذجا للإنجاز والعطاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وستقتصر الاحتفالات بالمناسبة العزيزة على رفع الأعلام الأردنية على منازل المواطنين وإجراء عروض جوية عسكرية من قبل نشامى سلاح الجو الملك الأردني، وانطلاق موكب الفرح في محافظات عمان وإربد والعقبة الذي ستشارك فيه آليات عسكرية وأمنية متنوعة وغيرها من الفعاليات التي لا تتعارض مع شروط السلامة العامة والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من كورونا. أكد الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة على أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون حظراً شاملاً لمسير المركبات، فيما سيسمح للمواطنين بالتجوال سيراً على الأقدام. وسمحت الحكومة للمواطنين الخروج باستخدام مركباتهم ثاني أيام العيد ولغاية الساعة 7 مساءً بدون السماح بالتنقل بين المحافظات إلا لحملة التصاريح، وسيكون التنقل بحسب الأرقام الفردية والزوجية. كما أعلن العضائل عودة عمل القطاع العام يوم 26 من شهر أيار الجاري بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مع مراعاة أوضاع الموظفات اللواتي لديهن أطفال. على صعيد آخر، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بياناً للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة في بيانها إنه يجوز أداة صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء. ودعت الهيئة المسلمين إلى التضرع لله بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين تخفيفاً لما حل بهم من آثار هذا الوباء. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كابيلا مطرانية اللاتيني في الصوفية بعمان بمناسبة الأحد السادس للزمن الفصحي، حيث تليت في هذا القداس القراءات والأناشيد الفصحية. وبعد تلاوة القراءات والأناشيد تحدث المطران الشوملي قائلاً: في هذا القداس نشكر الله على النعمة الخاصة التي أعطيت لكنيستنا المحلية قبل 5 سنوات عند احتفالنا بإعلان قداسة قديستين من أرضنا المقدسة، وهما القديسة مريم ليسوع المصلوب والقديسة ماري ألفونسين مؤسسة راهبات الوردية، حيث نطلب شفاعتهما لنا بالشفاء خاصة في هذا الزمن من وباء كورونا الخطير. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة التي نحتفل بشهرها الفضيل، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. في جو إيماني وروحي تم في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بعمان صيامة الأخ ساب الحوراني شماساً إنجيلياً على مذبح الرب، وسط حضور مختصر من الأباء الكهنة وذوي الشماس بسبب الظروف الراهنة. إلى المزيد. صون صوني ماسية فيوم
ببركة وقرار من صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس يوفيلس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس والمجمع المقدس، وبوضع يد سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس سيما الأخساب الحراني شماسا إنجيليا أثناء خدمة القداس الإلهي لأحد السامرية في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة في العاصمة عمان. كانت بالثالوث المتساوي في الجوهر يا أشعياء اضطرب مرتكضا لأن الباتولة قد حملت في أحشائها وولدت عمانوئيل إلها وإنسانا معا الذي يسمى المشرك، فياه نعظم مطوبنا حيث شارك في الخدمة عدد محدود من الآباء الأجلاء وسط حضور مختصر على ذوي الشماس بسبب الظروف الراهنة. وقبل السيامة وجه صاحب السيادة كلمته للشماس حاثا إياه على عيش الحياة الرهبانية التي تمتلئ بالفضائل والتي تساعده على أن يحيا حياة النعمة، موضحا أن الحياة الرهبانية تتطلب موتا عن الذات لكي نحيا مع المسيح. أوعك يا ابني تحط رجاءك على إنسان مهما كان هذا الإنسان، هذا فخ شيطاني حتى يخلي ذهنك إنك ترتبط بالناس. ونحن يا ابني غبار تراب، اليوم ما موجودين وبعد دقائق ما منكون موجودين. أنت علاقتك برأس الكنيسة اللي هو المسيح وخدمتك إله، وهو رح يعتني فيك إذا أنت كنت ومشيت على حسب تعليمه وأوامره، عمره ما رح يتركك. الكنيسة وهي بتضع عليك الخدمة عندي في المطرانية معي، وكمان مسؤولية الشبيبة مسؤولية كبيرة، حاطين آمال فيك كبيرة حتى تقدر تكون زي ما منعرفك. منصلي لإلك في هذا اليوم حتى بركة المسيح ونعمته هي تكون معك. وأكد المطران دعمه الروحي المستمر للشماس والصلاة من أجله لكي يوفقه الرب الإله في مهمة إدارة شؤون طلبة اللاهوت التي أوكلت إليه منذ فترة بجانب خدمته في المطرانية دير القديس نكتاريوس التي هي تحت رعاية سيادته. إلى الرب نطلب تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروسة وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. مستحق إلى الرب نطلب قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن خادما للجميع كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أكسيوس أكسيوس
بطرس. أكسيوس 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 كما قدم سيادته التهاني والمباركة للشماس سابا ولعائلته طالبا منه أن يكون قدوة للشباب كما عاهده دائما ومتمنيا له خدمة مباركة على مذبح الرب مليئة بالقداسة والثمر الحسن. ألف مبروك للشماس حوراني في خدمته الجديدة للكنيسة. بركة أمنا الفائقة القداسة والقديس سابا والقديس نيكولاوس والقديسين اليوم بنحتفل فيهم يكونوا معك يحموك ويعطوك كل نعمة وبركة. أمين. ألف مبروك. عذرة تبارككم وتحميكم دائما حبيبين. كجزء من رسالتها ودورها الإنساني والتزامها الأخلاقي والاجتماعي اتجاه كل معوز ومحتاج، تتواجد الكاريتاس الأردنية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا بجانب كل إنسان محتاج في بلدنا الحبيب لتأكيد رسالة التضامن والتعاضد وإيصال العديد من الخدمات وبالأخص الصحية منها والإنسانية. ومن هذا المنطلق قامت الكاريتاس بتقديم الدعم والمساعدات ل500 طالب وطالبة من ماليزيا متواجدين في جامعة مؤتة في محافظة الكرك والذين يعيشون فترات صعبة بسبب جائحة كورونا. وافق مجلس الوزراء الأردني لوزارة التربية والتعليم على السير بإجراءات تزويد الطلبة في المناطق النائية ممن لا تتوافر لديهم أدوات لمتابعة التعلم عن بعد بأجهزة تابلتس وتزويدهم بخدمات الإنترنت مجاناً. ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية خلال فترة جائحة كورونا وضمان استدامة التعليم في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مثل هذه الأدوات والخدمات. تحتضن مدينة جرش الأردنية شمال المملكة كماً واسعاً من الأثار الرومانية والكنائس التاريخية ذات التراث الحضاري العريق مما جعلها مدرجة على قائمة التراث العالمي ومقصداً لمئات الآلاف من السياح والزوار الذين يقصدون المملكة. التفاصيل في التقرير التالي. تعتبر مدينة جرش الأثرية أو كما أطلق عليها في السابق جراسة واحدة من المدن الأردنية التي تحتوي آثاراً هامة بعد البتراء، وهي مأهولة بالسكان منذ 3000 عام. لكن هذه المدينة تعرضت كبقية المناطق الأردنية إلى زلزال مدمر عام 747 ميلادي والذي أتى على معظم معالمها ومنشآتها وأعمدتها. تعاقبت على جرش التي تبعد 48 كيلومتراً شمال العاصمة عمان أمم وحضارات اهتمت ببناء آثارها قبل 3000 عام، والتي أبدع المهندسون الرومان بصورة خاصة بتصميمها وتنفيذها، فبنيت فيها المدرجات والمعابد والمسارح التي تقام فيها الآن، المهرجانات الفنية والثقافية، إضافة إلى بناء الأقواس كقوس النصر الشهير عند مدخل المدينة والبوابتين الشمالية والجنوبية وشارع الأعمدة وغيرها من الآثار الظاهرة للعيان. لكن جرش المعروفة ببساتينها وأوديتها وخضرتها الجميلة اشتهرت أيضا بكثرة هياكلها وكنائسها مما دفع الرومان لضمها لمدن اتحاد ديكابوليس.
وقد ساهمت هذه الآثار والكنائس التاريخية التي تزخر بها مدينة جرش بنهضتها السياحية حتى غدت مدينة جاذبة لمئات الآلاف من السياح على مدار العام. ويقطن جرش حالياً حوالي 50,000 نسمة، وكان المسيحيون في السابق والذي يمتد تاريخهم في المنطقة إلى نحو 2000 عام يشكلون نسبة بارزة من سكانها، وقد تناقصت أعدادهم مؤخراً بسبب الهجرة إلى العاصمة وخارج المملكة، لكنهم يحتفظون الآن بكنيستين لإقامة الصلوات والقداديس، وهما كنيسة القديس جورجس للكاثوليك وكنيسة القديس يوسف لرعية الروم الأرثوذكس. ويؤكد سكان جرش من شتى المنابت والأصول بأن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين في المدينة تسجل أعلى درجات الوعي والتآخي والمحبة والعيش المشترك بين عموم أهلها. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يؤكد للمؤمنين بأن الصلاة هي حوار الإنسان مع الله. 25 من أيار الجاري ذكرى استقلال المملكة. الراهب ساب الحوراني شماساً إنجيلياً على مذبح الرب في الأردن. آثار رومانية وكنائس تاريخية في جرش تعود لأكثر من 2000 عام. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.